تحياتي كل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. قبل ما اسمعكم شبانه وقرارات مجلس اداره النادي الاهلي بعد الاجتماع اللي لسه منتهي من لحظات، النادي الاهلي كشف بعض البنود في مذكره الاهلي للرد على عقوبه كهربا. اولا، المخالفه غير موجوده في تقرير مراقب الحكم. ثانيا، المحقق لم يواجه اللاعب بمقطع الفيديو الذي تقرر بناء عليه العقوبة. ثالثا، الواقعة لم تزع في الشريط الرسمي للمباراة. رابعا، كهربا أكد على تقديره للزمالك ولم يقصد الإساءة وطلب بالاستعانة بخبير لفحص الفيديو المقدم من قبل نادي الزمالك أو من قبل مرتضى منصور. خامسا، اللجنة اخترقت الضوابط الدولية ولم يتم الإعلان بشكل رسمي، لكنها قامت بتسريب العقوبة من خلال الإعلام. سادسا، اللاعب تعرض لهتافات مسيئة من جماهير المنافس ولم يتخذ أي إجراء ضدها. سابعا، رئيس نادي الزمالك سب اللاعب وحقر من شأنه، واللجنة لم تتخذ أي شيء تجاه مرتضى منصور الذي قام بهذا الفعل على مسمع ومرأى الجميع من خلال الإعلام الزملكاوي. دي القرارات أو ده اللجنة اللي كانت موجودة أو المذكرة اللي أرفقها النادي الأهلي منذ قليل بعد الاجتماع اللي كان مقرر أو اللي تواجد يعني أو اللي كان موجود من الساعة واحدة حتى الآن. فالنادي الأهلي تظلم على عقوبة كهربا وجاب الحيثيات اللي حضراتكم شفتوها دي أو اللي أنا قريتها لحضراتكم. وهسمعكم دلوقتي محمد شبانة قال إيه بشأن النادي الأهلي والانسحاب من الكاس السوبر. طبعا مفيش ان شاء الله انسحابات، ووجه رساله قويه وناريه لخالد فطوطه اللي بيعمل مقارنه ما بين امام عاشور وعقوبه امام عاشور وما بين العقوبه بتاعه كهربا الظالمه. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف شبان قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف شبان قال ايه ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. القانونيه دلوقتي فكره تقديم تظلم، مش عايزين نعيد بقى ونكرر الكلام. عندك تظلم هتقدمه، والتظلم يسقط او مش يسقط يوقف العقوبه لحين الفصل فيه والبت فيه. طبعا لجنه التظلمات او لجنه الاستئناف اللي هي بقياده المستشار عادل الشربالي وكلمناه بشكل شخصي وقال ان التظلم، عشان خاطر احنا بنقولش رأي ولا اجتهاد، احنا بنقول معلومه. الراجل نفسه شخصيا قال لنا ان التظلم يوقف العقوبه لحين البت ايه فيه. طيب انا ملاحظ انه كتير بنتكلم عن قصه كهربا والناس ناسيه الكلام والدعم والاهتمام بموضوع بماتش الرجاء، يعني اللي هو المفترض الخطوه المهمه في الاصل وفي الاساس للنادي الاهلي في هذه المرحله. يعني معرفتنا بالنادي الاهلي فكره الانسحاب من السوبر دي مساله يعني خارج اطار الامور دي، لانها مش مكايده بقدر ما هي حفاظ على حقوق كل طرف من حقه انه يتعامل مع الموضوع يشوف حقك فين، وتستخدم كل الاساليب والاساليب القانونيه. ممكن تقول ان انا عايز اروح الفيفا اطعن في ان لجنه الانضباط ده غير قانونيه، انت حر عايز، لكن في الاخر هتنسحب الكاس السوبر. طبعا دي مساله قاسيه جدا وصعبه جدا ان النادي زي الاهلي والزمالك تحديدا دول، يعني دي انديه كبيره وانديه وطنيه وانديه عارف انها راح تمثل الكوره المصريه في قلب الامارات وفي قلب اماره ابو ظبي في كاس السوبر اللي هتلاقيه بخمسه ميه، فالمساله ما فيهاش هزار. الحاجه الثانيه ان رعاه النادي الاهلي لو انتوا واخدين بالكم يعني الرعاه الرئيسيين والكبار بتوع النادي الاهلي هم مثلا اماراتيين، يعني شركه الاتصالات اللي مع الاهلي، البنك اللي مع الاهلي، كل الشركات دي هي في الاصل شركات اماراتيه، ومؤكد انه يهمها الاهلي عندما يلعب في الامارات ده بالنسبه لها حدث مهم كرعاه بيمولوا النادي الاهلي او بيدعموا النادي الاهلي من الناحيه الماليه. اذا الساعه 1 ونص هيبدا الاجتماع ونشوف الاهلي هيعمل ايه في قصه كهرباء. الاهلي بيدرس مع الشؤون القانونيه دلوقتي فكره تقديم تظلم، مش عايزين نعيد بقى ونكرر الكلام. عندك تظلم هتقدمه، والتظلم يسقط او مش يسقط يوقف العقوبه لحين الفصل فيه والبت فيه. طبعا لجنه التظلمات او لجنه الاستئناف قال لك انا مالي يا عم، اهم حاجه يكون في نظام، انا اللي هدخل في قصه مع الجمهور الاهلي ولا ليه علاقه بالجمهور الاهلي. الراجل رئيس لجنه الانضباط المستشار عمل تصريح قال فيه انه التظلم او الاستئناف ان قدم الهلالي عنده 10 ايام، كهربا عنده 10 ايام الاستئناف من تاريخ ورود الجواب ليهم، النهارده هيوصلوا لاتحاد الكوره على فكره، فعنده 10 ايام من النهارده، وشامل الاجازات، يعني ما يقولوش 10 ايام غير الست ايام الاجازات اللي جايه، انت عندك اجازه خميس جمعه سبت حد اثنين، لا هو بالاجازات بكله انت عندك 10 ايام. طيب السؤال، هل الراجل رئيس لجنه الانضباط طلع قال
سيد المستشار الجليل قال لا يوقف تنفيذ العقوبة. لا يا فندم يوقف تنفيذ العقوبة. يوقف تنفيذ العقوبة. ما انا بقول لك ما انا جمال الراجل الغلبان ده بقول لك لا يوقف تنفيذ العقوبة. وده وفق اللائحة بتاعت لجنة الاستئناف او التظلمات. هتطلع لي واحد زونت كده دلوقتي يقول لي ما وقت امام عاشور. الزمالك ما تظلمش بس عشان بقى ايه الكلام اللي يقال. يرجع على الهيستوري بتاعت الموضوع هتلاقي الزمالك اصلا وقت ال 12 ماتش اللي خده امام عاشور الزمالك ما تظلمش في الوقت القانوني اللي هو ال 10 ايام الفتره القانونيه للتظلم. وما ان تظلم كهربا تسقط ايه او تعلق العقوبه خلاص ما فيش عقوبه هتقف. ثم تعيد التظلمات بيقدم كهربا اسانيده من جديد. وده موجود على فكره في كل اي مكان فيه احكام وفيه قضاء وفيه حاجه اسمها تظلم. ده المحكمه الجنائيه فيها درجات بتحكم حكم ثم تستأنف ثم بتوع نقض يعني في درجات قضاء كتيره جدا. فالتظلم يوقف الحكم ثم لجنه التظلمات برئاسه المستشار عادل المشرباجي هتشوف بقى تقلل الغرامه تقلل فتره الايقاف تثبتها تلغيها دي قصه ثانيه. يبقى اذا كهرباء والاهلي عندهم 10 ايام يقدر في اليوم العاشر من النهارده تبدا النهارده 18 عندك دلوقتي يوم 28 تقدر في اليوم العاشر يوم 28 الصبح تعمل التظلم بتاعك. ما تبتدي تقلل التظلمات بقى ايه على ما يصحوا من النوم وعلى ما يقولوا بقى يفطروا والقهوه جت ولا لسه والورقه جت ولا لسه اصل في البوسطه بتاعه اتحاد الكوره اصل بتاخد رقم صادر ويكون عم السوبر جه خلص انجز. انا بقول لكم كده ده السيناريو اللي هيتعمل. الحقيقه ذاكره شريف التهديفيه في الاجوال الحالي ومش بس في احراز الاهداف امبارح ده كان طارق المدير التنفيذي. طبعا خلينا نتكلم على الشكل الاول وبعدين المضمون. دي اخطاء املائيه في الجواب طبعا لازم الجوابات دي تتراجع قبل ما ترسل بشكل رسمي للانديه لان الاعلام بيتداولها لكن ماشي مفيش مشكله. حاجه ثانيه في ناحيه الشكل ان اتحاد الكره في الجواب جرت اسم كهربا وفوق كاتب محمود كهربا لكن تحت كاتب معاقبه اللاعب محمد عبد المنعم عبد الحميد كهربا. اه يعني فوق كاتب قرار لجنه الانضباط بشان كاتب محمود كهربا لكن اولا معاقبه اللاعب محمد عبد المنعم عبد الحميد الشهيد كهربا. ده اللي خلى المستشار اشرف عبد العزيز محامي اللاعب كهربا يحط على السوشيال ميديا على الفيسبوك عنده بوست بيقول هو اتحاد الكره ولجانه مش عارفين اسم اللاعبين مين محمد عبد المنعم ده ونفضل نقول ونتحدث وعامل كده زي دايره على الخطا الاملائي بتاع اسم كهربا. والناس شطحت على السوشيال ميديا قال لك ده الاهلي ممكن يفضل قاعد يستنى ال 10 ايام واخر يوم يبعت يقول لهم احنا اسفين جدا ما عندناش لعيب اسمه محمد عبد المنعم كهربا. وبالتالي الاهلي يستغل الموقف اللي بياخد 10 ايام جداد بالنسبه للاستئناف او اتحاد الكوره يقول لك لا احنا قاصدين احنا فوق كاتبين محمود كهربا ناس بخيالها يعني وسع جدا للدرجه دي يعني. فادى الاهلي مهله 10 ايام جديده عشان كهربا يلعب مباراه السوبر. يعني الموضوع بيخش بشكل اصلا يعني بقى فيه نوع من السخريه. لكن خلينا نتكلم على الموضوع. الموضوع انه خلاص اصبحت عقوبه الكهرباء امر واقع ما فيهاش هزار. طب دلوقتي ماذا سيفعل النادي الاهلي؟ قبل ما اتكلم عن الامر الواقع هقول لكم ان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم قال بعض التصريحات قال ان لجنه الانضباط هي صاحبه قرار ايقاف كهرباء. وفي الحقيقه نحن كاتحاد كره قد نشعر بالفزع لان اللاعب في النهايه بيمثل منتخب مصر ولكن لا يوجد اي تدخل من جانبنا. ده كان تصريح يعني بيقول ان اتحاد الكره زعلان على ايقاف كهربا. كمان قال وليد العطار لما الناس ربطت بمشكله امام عاشور واحنا امبارح وضحنا واول امبارح ان امام عاشور لما توقف في موقف مشابه كان بيغني وقال حاجات كده يعني برضو الفاظ كانت 12 مباراه ووقتها اتحاد الكره رفض ان هو يقلل العقوبه. واتحاد الكوره زي ما جبنا امبارح واظهرنا قال ان هو ما تقدمش نادي الزمالك ما قدمش خلال ال 10 ايام من تاريخ اصدار القرار او من تاريخ اختار النادي بالقرار عنده 10 ايام يقدر يستأنف على قرار الانضباط في لجنه التظلمات والزمالك ما قدمش خلال ال 10 ايام وبالتالي اصبحت العقوبه نافذه وواجبه النفاذ. ده اللي قاله كمان وليد العطار النهارده في تصريحات قال مشكله امام عاشور مختلف عن محمود كهربا. تم تقديم تظلم من الزمالك ضد عقوبه اللاعبين الناشئين الخمسه. امام عاشور على فكره لما كان بيغني بهتافات مسيئه لرموز النادي الاهلي وقتها كان معاه خمس لاعبين في مباراة في فريق الشباب الاهلي والزمالك وقتها يعني. فالخمسة اتقدم لهم استئناف وامام عاشور لك حاجة غريبة يعني. قال وليد العطار لكن لم يحدث ذلك مع امام عاشور يعني ما حصلش ان اتقدم استئناف. الزمالك لم يقدم اي تظلم ضد عقوبة امام عاشور واعتقد انها كانت غلطة ادارية من النادي وبالتالي هو بيبرر ليه وقتها العقوبة ما نزلتش عن 12 مباراة او حتى لم تناقشها لجنة الاستئناف. ده تقريبا الاحداث بتاعت كهربا. ما يترتب عن قصه كهربا والتسريب اللي بيخرج من الاهلي كل شويه ان الاهلي يعني بيهدد او بيلمح بالاعتذار او الانسحاب من كاس السوبر في الامارات يوم 5/5. خلينا نسال سؤال. اولا انا مش مع الاهلي في قرارات الانسحاب. بيكون عندك بطوله او فاينل بطوله هتشارك فيها خصوصا لو بره مصر مفيش حاجه اسمها انسحاب ودايما بقول ما اعتقدش ان في قاموس الاهلي الحاجه دي. لكن الاهلي يواجه المشكله مش يواجه المشكله بمشكله اكبر.
وهتفتكر ان ده في صالح الاهلي ان انت تنسحب من كاس السوبر. حضراتكم سمعتوا محمد شبانة والكلام ده كان قبل الاجتماع واثناء الاجتماع، يعني دي فيديوهات متقطعه وفيديوهات موصوله ببعض. ده شبانة من 3 ساعات، شبانة من ساعه، شبانة من 4 ساعات، واحنا دمجناهم مع بعض وجبنا لكم المختصر المفيد اللي النادي الاهلي بيتم حاليا. ان النادي الاهلي في البدايه طعن على عقوبه كهربا وقدم احتجاج رسمي، فالاحتجاج الرسمي بيوقف تنفيذ العقوبة، ردا على خالد فطوطة اللي قال لك ما يوقفش، وقال لك ان اتحاد الكورة ما وقفش عقوبة امام عاشور. طبعا هو عامل نفسه بيفهم في اللوائح والقوانين، وهو يعني زيه زي الكرسي اللي قاعد عليه، لان وقتها ده كان دي الصفحة الرسمية من صفحة اتحاد الكورة في 13 ابريل السنة اللي فاتت، يعني من سنة وخمس ايام تقريبا، او من سنة وست ايام. قال لك الانضباط يوقف عاشور وخمسة من ناشئي نادي الزمالك والنادي يستأنف. قال لك تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 99، وتضمنت العقوبات ايقاف امام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200,000 جنيه، بالاضافة الى ايقاف خمسة من ناشئي اخرين 8 مباريات و 100,000 جنيه غرامة مالية لكل منهما. كما تلقى الاتحاد المصري ايضا طلب من نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر ان لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة او تعديلها او الغائها. وقتها اللي حصل ده كان الاستئناف على الثلاث لعيبة فقط او الاربع لعيبة فقط، وامام عاشور ما قدملوش الاستئناف. تخيلوا، على اساس ان امام عاشور مش في الفريق مش من فريق الشباب، ولكن يعني في فرق كبير. وقالها شبانة امام حضراتكم ان وقت امام عاشور حتى وليد العطار الزملكاوي قال ان نادي الزمالك ما استأنفش على امام عاشور، ده استأنف على اللعيبة الناشئين فقط. فبالتالي فضلت سارية عقوبة الواد امام عاشور على الرغم ان هو ما فيش استئناف ضده، ففضلت ماشيه. مين اللي تم الاستئناف عليهم؟ العيال الصغيره الناشئين. ففي فرق بين امام عاشور وفي فرق بين كهربا. الايقاف او الاستئناف على او التظلم من العقوبه يوقف تنفيذ العقوبه لحين صدور عقوبه اخرى على اللاعب. وطبعا النادي الاهلي، وانا وريت لكم الحيثيات بتاعه تظلم النادي الاهلي، ان قال 7 بنود او 7 خطوات لم يتم البت فيهم او النادي الاهلي استند عليهم. وطبعا ان شاء الله ما فيش اي انسحاب من الدوري، وانا قلت لكم عفوا من كاس السوبر، وانا امبارح قلت لكم ان النادي الاهلي اتمنى ان هو يروح على نادي الزمالك ويدوس عليه كوره وياخد منه السوبر المصري، على الرغم انها بطوله شرفيه، بطوله من مباراه واحده، الا انها يعني تعد بطوله، تعد يعني ضمن البطولات اللي النادي الاهلي اخدها الفتره الاخيره، وتزين كاس او تزين دولاب نادي الاهلي ضمن الكؤوس الموجوده في النادي الاهلي. ده كان فيديو سريع من قرارات مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو مفيش انسحاب من السوبر المصري، وكمان تظلم على عقوبه كهربا. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.